قصي مزي معناتها عندك 4 سنين ملي احرقت به قديت امورك ولا شنو واش تعمل هنا في تونس؟ والله يا اختي كيف باش نبدي لك، والله هبطوني عندي 6 ايام انا لتونس. برشا ما برشا 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 ولاد حونتي وبرشا عبيد تعرفني لهنا فهمت، وكيفاش باش نقول لك معناها حسب الله ونعم الوكيل في العبيد اللي كانت سبب باش انا نجي لهنا اختي من الاخر. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. احكي لنا معناتها 4 سنين وين؟ وين تعيش؟ 4 سنين في بولوني. في بولوني، احكي لنا على ظروف الحياه هذه كيفاش تعيش، احكي لنا الساعه الاولى، خلينا نبدا بالمرحله بالمرحله. دونك اعطينا عام قداش حرقت وكيفاش حرقت؟ والله حرقت 2020 اول 2020. قداش عمرك وقت؟ عمري 17 سنه. قاصر؟ قاصر مينور. شنو يخلي طفل يخلي قاصر يخمم في الحرق؟ علاش؟ الظروف ما تعجبش لهنا، مجتمع ما يرحمش وبلادنا ما تعجبش، ما توصلش، ما عادش فيها مستقبل. نحكي لك اللوجيك اخي، مازال واحد 17 سنه جيب لي تو واحد عمره 17 مش يوصل يكون باش يبني زوالي، هو مش يوصل يكون باش يبني دار وباش يعرس وباش يصرف على صغار، ما ينجمش. عمليه الحرق اللي صارت في 2020 اول مره تصير عمليه حرق ولا حاولت قبل وفشلت؟ حاولت قبل وفشلت. يعني صدفت وقت هالعام هذاك 2020. قداش دفعت باش حرق؟ والله 8 ملايين. في ثم مخاطر نتاع حرق، حرقت معناتها منين حرق؟ انا من صفاقس. احكي لنا على ظروف الحرقة كيفاش، معناتها كي حرقت داركم معناتها اعلنتهم في بالهم والا كان كي خلط؟ ما في بالهمش، في بالهمش دارنا. انا اول ما وصلت كلمت بابا قلت له راني في ايطاليا ما هوش مصدق، قال لي يزي بلاد فدليك ما عادش فدلك. يدي حليت هزيت حليت تليفون خديت من واحد طلياني غاديكا فهمت، عاونوني هما خاطر كي مشيت غادي طلعنا فهمت، يدير يجوا معاك باش توصل ميساجك للفاميلي اللي انت راك وصلت لاباس. قالوا لي كي وصلت، اعطينا كي وصلت صدقت ولا ما صدقتش والا ظروف الحرقه كانت طبيعيه؟ لانه نعم ثم معناتها حرقه تكون غارونتي وفما اللي فيها معناتها مخاطر يا تعيش يا تموت. انت انا حطيت ساقي عباره والله تولدت جديد، والله رب عباره انسان تولدت جديد. مش ما صدقتش كي وصلت؟ ما صدقتش، مانيش مصدق. انا في المياه فهمت. والفلوك اللي حرقته فيها قداش فيها؟ فيها 24 واحد 7 متر. دونك اخلط، اعطينا ظروف الاقامه غاديك، خاطر نحكيو على ديما نحكيو على ظروف خايبه غاديك بتاع توينس، ثم المحتجزين ثم الموقوفين ثم نحكيو على الناس حرقت شباب حرقت، ثم شكون محتجز ثم شكون موقوف، يقول لك معاملات خايبه برشا. احكي صحيح، فما للعباد اكثريه العباد اللي تسوفري ربي يخلص وحلم العباد في الحبس. انا واحد من الناس عديت عام و8 حبس معناها في جرة ريسك وباش نعملوا فلوس فهمت يا اخي، ما كتبتش انا ما كتبت. يعني انت من الاربع سنين هذوكم عديت عام ونص حبس وبعد الحبس ديريكت هم روحوا بيك لبلادك؟ اي بديت 6 ايام السيفيل وروحوا بي، ما عطونيش حتى كيما نقولوا الاوراق اللي انا عندي الاكسبورس فهمت، ما قالوا ليش انا هبطوا لي الاكسبورس اليوم الصباح العشية، حتى المحامي ما نجمش يطلبني، ما خلطش باش يطلب، ما جاش الوقت. العشية طحت طايحوني هزوني للتشينترو، بقيت غادي 3 ايام، خرجت نهار الاثنين محكمة ما 3 نتاع العشية، نهار 3 صباح نلقى روحي 5 نتاع العشية نلقى روحي في تونس. 4 ونص كيفاش، عفوا 4 سنين كيفاش عديتهم؟ تخدم ما تخدمش؟ كيفاش عامل؟ كيفاش عايش؟ احكي لنا على ظروف الحياة غادي، ظروف الناس المهاجرين. انا واحد من الناس سفريت، فما برشا توينس يكذب عليك اللي يقول لك راهي في جنة، صحيح جنة، ما راك باش تسوفر باش توصل الحاجة تحب، باش توصل الحاجة اللي تحب لها أنت راك باش تسوفري على الآخر. انت حبيت تبقى تعيش في ايطاليا غادي؟ اي انا يا خويا بالبعيد على تونس بالبعيد، نفسانيا حتى تعيش متشرد غاديك نفسانيا ترتيح نفسانيا. يا من كلام العبيد من يا ربي ربي ايش قال لك، هو في نحكوا على القران نحن ونحكوا على تونس، ربي قال لك ان جاء العبيد فيها خير، قال لك ما نقولوش قل اعوذ برب الناس فهمتني، معناها بلاد هذيره ما توصلكش. خلينا نعمل عودة أيضا على معناتها التاريخ نتاع الحرقة في 2020، وقلت ما صدقتش إنك وصلت. أعطينا أنت الحرقة هذه نجحت، عملية الحرقة هذه نجحت بعد قداش من محاولة بل قداش من مرة حاولت؟ بعد 4 مرات 4 محاولات مرة حاولت من حلق الواد من دوروني بوشوشة وتمرمت وتضربت وكذا فهمت وما خطفتش.
والمرة الثانية حبيت نخرج من نيابل من الهواء ريا ما خطفتش. المرة الثالثة تنقب بينا شقف وجاب ربي داخلين من منش داخلين بارشة داخلين 22 كيلومتر في البحر. فرغنا تك تك ودور بينا ورجع. المرة الرابعة خطفت. المرة الرابعة 8 ملايين. المرات الثلاثة الأولانية قداش دفعت مع بعضهم الكل؟ والله فلوسي رجعت، أنا ما نكذبش عليك، أنا فلوسي رجعت. يعني المحاولات الفاشلة يرجعوا لك؟ إيه يرجعوا لك فلوس. تمشي كان ينحوا لك مليون للحراق على الشقفة ضرت ولا موضوع، والباقي يرجع لك، تدفع خمسة يرجع لك أربعة. بعد أربع سنين للأسف تلقى روحك في، للأسف طبعا بالنسبة لك أنت حسب ما قلت، تلقى روحك مرة أخرى في بلادك. تقبلتها الحكاية؟ ولا انا متقبلها، انا متقبلها علاش؟ خاطرني الحمد لله يا ربي معناها امي حيه وبابا حي واخواتي حيين، عباره جيت عملت طله في البلاد بقدره ربي راني راجع، انا مانيش قاعد لنا. يعني مره اخرى تخمم راجع فتح. راجع انا شهر جاي بقدره ربي معناها ان شاء الله كان احيانا ربي بخير راني راجع، انا مانيش باش نقعد لهنا، ما نجمش نعيش، انا سن مراهقه عديته غاديك فهمت، لنا ما نجمش نعيش فهمتني. إن شاء الله ربي سهل وحسب الله ونعم الوكيل في اللي كان سبب بعثوني لنا. والله ربي، والله ربي حاشيك نحن وبي، أنا باش بعثوني أنا خدمت ريسك باش 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 نعاون دارنا باش نعمل اللي حاجتي بيه، أنا ما خلونيش ولاد الحرام فهمت. شو خدمت ريسك؟ شو خدمت ريسك؟ أيوة كي العباد الكل خدمت زات، خدمت غبرة نوريك تحب في التليفون يعني. خدمت ما تعرفش انه معناتها الطريق هذه مهما يطول لا يجي نهار سي بون يوفى ويصار وما يأديش الحاجات، النتائج بتاعه ديما خايبه. في بالي ما جيت باش نخدم غاديك، انا تضريت خاطرني من الاول اخترت الطريق هذا، انا صغير اخترت الطريق هذا، انا في كومينيتا مينير جوي باهي يعطوا فيا في مصروفي وقت الدنيا. يا اخي انا اخترت اثنين ذايا كي طيحوني وانا صغير وطردوني من الكومينيتا خرجوني قالوا لي يخرج فهمتني. ضريت انا ضريت فيش في اوراقي معناها فهمت، واللي توصلت انا في الخط هذاك باش نجيب فلوس باش نبعث فلوس لتونس باش نركح جوي لانه وبعد نبدل الطريقه هذاك نبدل. يا اخي ما كذبتش عاد. انت عشت معناتها المخاطر نتاع الحرقه، خلينا نسالوك اليوم شنو تقول للشباب اللي يحب يحرق؟ تصور ما تشجعوش ولا تشجع؟ انا نشجع شباب يحرق، والله ربي نشجع، نشجع شباب يحرق صحيح، لان يا شباب ماشي في الزتلة وماشي في الحرابش وماشي في الدنيا الكل. ها حتى غادي ماشي في نفس الطريق. ما فأنتي واش تختار غاديك؟ أنتي والشباب اللي ماشي يحب يكون، فما شباب ماشي حاشاك يحب يفسد، تحب تفسد تفسد حتى في بلادك تفسد. أنتي فسد لنا ولا غادي؟ يا غادي تقبل لك غادي خير. على الأقل تعملش موضوع تفرحش بيه دارك، فهمت؟ لنا زايد، لنا زايد، بالنسبة للشباب لنا سيء، ولا ربي سيء. دونك ثم كلمة قلت كلمة به في أول حوار، قلت غادي راهو ماهو الجنة، أي ورغم هذاك تقول إنه الحرقة به. فما تمرميت، فما عباد حاشاك لي تحت تزرق ولي تحت التشم، فما عباد مفرزة كل يوم ميتة تحت الحيوط، فما عباد فهمتني تسوفري ما عنديش وين بيت، فما عباد في الحبس برشا توينسة في الحبس، فهمتني؟ فما أنت أنا قلت لك أنا فما 70,000 طريق غاديك، أنت والطريق تحب تمشي فيه. تحب تمشي في طريق الحرام تمشي، تحب تمشي في طريق الحلال تمشي، تحب تمشي ما نعرفش انا في خدمه تركح جوك وتعرس غاديك تمشي زاد، وانت واللي يعجبك. علاش الياس هذايا الكل؟ ها علاش الياس؟ كيفيه ما فهمتكش معناها؟ علاش معناتها تحكي بكل ياس؟ علاش معناتها وضع البلاد تقول انه خايب؟ علاش تشجع معناتها على الحرقه لدرجه هذه؟ بلادنا خايبه، بلادنا خايبه. ما يطيحوك بجنطه يبعثوك بستة شهور لنا، او غادي يطيحوك مثلا باش تركع بازات، لا تقول لهم استهلاك تخرج على بلاصتك توقف ساعتين وتخرج، هم لنا بجونتا يبعثوك 6 شهور حبس. وما المشكل فيهاش الكبار صحاح نتاع البلاد، راهم ماهمش لا كبار صحاح، راهم جماعتنا احنا، جماعتنا الوزراء وكالطرحه فهم، الريوس الكبار اللي قاعده تدخل في السلع ماهمش، راهم فلان وفلتين وعمي صالح وخلي المنجي دخلونا في الزط، راهم هما الريوس الكبار، عباد لهنا كل وكل غادي لي غادي ما فهمياش غادي حقك تاخذ وتاخذ، حتى فقير حتى من تضرب الكهرباء في كياس ما نعرفش انا راك حقك تاخذ وتاخذ مهما كانت سيفتك فهمتني. انت معناتها شاب تونسي قلت انا من قبل نحلم، شنو هو اقصى احلامك انت وحبيت تخرج لبرا باش تحقق احلامك؟ شنو هي اقصى احلامك؟
اقصى احلامي انا، اقصى احلامي اخويا انا نعيش مريقه، انا نعيش مرتاح، نعمل دار كرهبه كي ايها الناس، لا خير من الناس لا اقل من الناس، فهمتني؟ نفرح دارنا، نحجج امي وبابا، السلام عليكم، ما نحبش اي من الدنيا.